على الرغم من التهديدات الإسرائيلية وظهور بعض العقبات غير المتوقعة، إلا أن وصول السفن إلى نقطة الالتقاء استعدادا للإبحار نحو غزة ألهب مشاعر وحماسة المشاركين. فوسط الأناشيد التي تذكر بالانتفاضة الفلسطينية كان المشاركون يعبرون عن شوقهم للوصول إلى غزة. الآن نحن إما إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الوصول إلى غزة.